يعني في تواصل كبير جدا، الجمهور على علاقه خاصه، الاعلام اهو يعني الاعلام تحس ان الاعلام مش اول مره، في تعود خلاص، تحس ان الجماهير متعوده على بعض، في راحه في راحه ومتعودين على بعض الجماهير. وبصراحه الاستقبال هناك بقى محترم وهنا جدا، وهنا طبعا حاجه استقبال هنا بقى محترم جدا يعني، فحاجه بالزبط. حاجه محترمه دي يعني. حاجه دي احلى حاجه في كره القدم، الرقيه ده حاجه حلوه. تقابل جمهور الترجي هنا واي جمهور في قمه المنافسه، بالظبط مع المنافسه على نهائي البطوله، ليهم حق الاحترام هنا وكل التقدير لجماهير تونس. على الجانب الاخر اكيد الجمهور المصري بيروح هناك نفس المعامله، وحتى هيثم بيقول لك هي نفس المعامله بنشوفها في تونس، نفس المعامله بتبقى في القاهره، مفيش فرق اهام، وتحس ان الجميع عرفوا بعض يعني. عايزين نحيي الراعي الجديد بريزنتيشن وخمس رحلات طيران لجماهير الاهلي، اسطول طالع بفضل الله ان شاء الله، ان شاء الله ودي حاجه كويسه قوي طبعا طبعا، يعني بدايات كلها مبشره، هي بدايه حلوه، وهو تحس بيعمل الموضوع ده هو فرحان، هو مبسوط. محمد كمان فرحان بعقده مع النادي الاهلي، واضح في كل خطوه، في كل كلمه، في تعبيرات وشه، في كل حاجه حصلت هو فرحان. هو قال بس ان شاء الله نتاهل نهائي، وفي مفاجاه تاهلت الحمد لله النهائي، قال لك خمس طيارات هينقلوا جمهور إن شاء الله النادي الاهلي بريزنتيشن، بتشتغل عليها مع الرعاه في حاجه يعني حاجه قويه قوي ومحترمه جدا جدا، وبادئ معاك ده البدايه بس يعني، بقول لك ده انا بس ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا ببدا بس معاك بخمس رحلات لان شاء الله النهائي في تونس. فطبعا دي حاجه مبشره جدا، انا بقول لك هو فرحان. طول ما البني ادم فرحان او الشخص فرحان هيعمل كل حاجه كويسه. هو عايز يقول، عايز يديك قدرك برضه، هو شايف قدرك كبير، هو قدرك كبير قوي. وهو عايز يديك بص قدرك. يا ايهاب مهما تعمل، مع الاحترام وكل الاحترام للاستاذ محمد كامل واللي عامله للنادي الاهلي، شويه عن النادي الاهلي، هو الراجل بيعمل كل ده من منطلق حاجه، مقدر يعني ايه النادي الاهلي. بس لما بتقدر حاجه، بتقدر حاجه يا انت بتعمل كل حاجه عشان تقول انا بحاول، احاول اوضح قدر النادي الاهلي ده قد ايه. فهو بيحاول، بيحاول يعمل كل حاجه كويسه لجماهير النادي الاهلي، وطبعا كل الشكر والتحيه ليه، فعلا كل الشكر والتحيه ليه على اول حاجه بيعملها مع النادي الاهلي. طبعا كل الشكر والتحيه للبرزنتيشن طبعا، ورئيس مجلس الاداره الاستاذ محمد كامل، وكل رجاله البرزنتيشن على فكره ودورهم الكبير. لكن اللقطه حلوه، اللقطه حلوه النهارده قبل مباراه الاياب بشكل كبير جدا، بتتكلم وبتقول خمس طيارات بتاهل بالناس، بتخلي الناس طبعًا تستعيد. النهارده شفنا قيمه الجماهير، وحضرتك قلت عليها، شفت مباراه الترجي عامله ازاي، قلت لي مش اي جمهور يحرك من 2-2 والقصه منتهيه والمباراه خلاص بتضيع الى 4-2. بالظبط، جمهور، ده جمهور، ده تدخل خارجي، تدخل خارجي للجمهور نفسه. لا لازم، ما ينفعش ما تقلش على ارضنا، هو ده جمهور، جمهور الكور. واستاذ محمد كامل عارف حته معنى الجمهور يبقى موجود ازاي. كنا بقى نتكلم على برزنتيشن محمد كامل، كمان استاذ عمرو وهبي كمان راجل طبعا فظيع ممتاز، بيشتغل شغل جميل جدا جدا جدا، وما بقاش في الصوره دايما، لكن هو الزملكاوي ومخلص لاعب، شخصيه جميله وممتازه وحاجه راقيه جدا طبعا. لكن زي ما بقول لك يا ايهاب، هو بادئ كده اللي هو مفاجاه، المفاجاه البدايه كده، البدايه خمس رحلات لجماهير النادي الاهلي، عايز يبقى النادي الاهلي موجود هناك بجماهيره، هو عارف قيمه الجمهور في الاوقات دي عامله ازاي، وجماهير الاهلي طبعا نفسها كل جماهير الاهلي تروح مباراه الترجي ان شاء الله. ان شاء الله ارجع واقول ان